خلينا ورا هنروح للتتش تاني. ونهواند الزميلة نهواند ومعاها أحمد سمير، معاهم الكابتن أمير توفيق مدير التعاقدات عشان نطمنكم كمان على الصفقات الجديدة. اتفضل يا نهواند. مساء الخير مره ثانيه على حضراتكم جميعا، وتغطيه قناه الاهلي مستمره زي ما كنا بنقول لحضراتكم داخل ملعب التتش. يمكن الحفل انتهى لكن التغطيه اكيد مستمره، والان معانا كابتن امير توفيق. يا كابتن امير مساء الخير والف مبروك، ويوم جميل واحتفاليه رائعه والناس كلها حقيقي مبسوطه. مساء الخير نهواند، مساء الخير يا احمد. يوم جميل جدا طبعا، نتيجه مجهود كبير لاجيال كتير النادي الاهلي، حققت النجم العشرة، فحاجه طبعا تشرف، والشكل العام حلو الحمد لله، ويا رب ان شاء الله كده ال 11 وال 12 ان شاء الله يعني ورا بعض ان شاء الله. انت نجم الميركاتو الصيف ده يعني نقول مبروك طبعا، وده يمكن اكيد الاهلي ما بيشغلش او ما بيقفش عند تحقيق انجاز، بيبص على الانجاز اللي بعده. اعتقد كان في تدعيمات محترمه جدا للفريق السنه دي. الحمد لله، احنا كان الكلام حتى كنا قلناه من بدري، ان احنا كان حتى كان لينا انترفيو بعد الفاينل الافريقي على طول، قلنا احنا عارفين احتياجاتنا ايه وكنا اشتغلناها من بدري، والحمد لله خلصناها اول ما الدوري خلص. فاحنا في عز النجاحات الحمد لله، عارفين احنا ايه اللي ناقصنا وازاي بنعوضه وازاي بنحسن الفتره الجايه. رائع جدا الاحتفاليه النهارده، يعني مميزه لان هي مش بس احنا بنحتفل يعني بنجمع 10، لا احنا بنحتفل كمان بنجومنا كلهم، يعني حتى السابقين والحاليين، في انتماء دايما، في دايما دعم، في تكريمات جميله جدا، ودايما بندي رساله احنا مش ناسيين ولادنا. حقيقي شفنا ده النهارده في اكتر يعني من تكريم. فخلينا نتكلم على النقطه دي وفكره الكيان، وان فعلا الاهلي مش بينسى ابدا ولاده. فعلا ده اللي باين النهارده جدا. النهارده تكريم كابتن محارب الراغب والمهندس عدلي القيعي وعبد الوهاب الله يرحمه ومؤمن زكريا ربنا يشفيه ان شاء الله. والفكره النهارده دعوه كل النجوم القدامى النادي الاهلي اللي حققوا التسع نجوم اللي قبل النجمه العاشره، دي كلها حاجات تبين قد ايه النادي الاهلي هو كيان مش واقف على افراد خالص، وازاي كل مجلس اداره او كل اداره بتيجي بتعوض الاداره اللي قبلها، وان هي بتكمل على شغل الاداره اللي قبلها. انا بس احب اخص بالذكر المهندس عدلي القيعي عشان انا واخد يعني نفس بالظبط. الراجل ده من اول ما جيت في التعاقدات في المجال وكان ليه طبعا اسطوره بشكل كبير جدا، بس عليا شخصيا انا قبل التعاقدات كنت بلعب كوره زمان، بس كان شغلي كله كوميرشال، ما كانش ليه دعوه باللعيبه خالص. الراجل لما انا كابتن خطيب اداني الثقه اكون في المكان ده، اداني سبورت جامد جدا الفتره اللي فاتت، والحمد لله النتيجه كويسه الحمد لله. فانا بشكره جدا وبقول ده من حسن يعني حظنا. طب خليني اسالك، انا مش هدخل في تفاصيل الصفقات، بس خليني اسال برضو، انت مسؤول عن ملف التعاقدات، لما النادي بيحقق انجازات، يعني انا بيتهيالي لما بتقول انا بطل افريقيا في اخر نسختين وخد برونزيه عالم على حساب بالميراس بطل امريكا الجنوبيه وبلعب في كاس عالم رايح العب، الحاجات دي بتبقى مؤثره في ملف التفاوض مع اللعيبه في الصفقات؟ طبعا مؤثره جدا. انت كل البراند نيم ما بيكبر اكتر بيبقى بالنسبه لك اللعيب بتبقى ورقه ضغط او ورقه طبعا يعني. انت النهارده لعيب عارف ان هو جاي هيلعب كاس عالم انديه او هيلعب صحيح. او الطبيعي ان انت موجود في افريقيا في المراحل الاخيره، فدي في الاخر حاجه طبعا في التفاوض بتكون مريحه جدا يعني. بس برضو النقطه المهمه جدا ان احنا بنعمل ميركاتو كويس او بنجيب لعيبه كويسه، ده مش هو ده الاساس. الاساس في الاخر هو الملعب وهو السيزون نفسه طبعًا. فساعات بلاقي مثلا بعض المسميات صفقه القرن، لا مش صفقه القرن، مش اسمها كده، انا ممكن اجيب لعيب جامد جدا وفي الاخر يفشل معايا. الفكره كلها ان احنا ازاي الفريق والمدرب ومدير الكوره يكون ليهم كاهلاوي مش كحد مسؤول عن التعاقدات بتراهن على مين انت السنه دي؟ على كلهم. انا عايز اخد من كلامك كابتن امير، لان فعلا النقطه دي يعني منتشره الى حد ما ليتلي كمان على السوشيال ميديا، يعني تضخيم لبعض المانشيتات، ومانشيتات بتطلع غلط وتصريحات بتطلع غلط، ودايما احنا حريصين في قناه الاهلي ان احنا نقول يا جماعه خدوا التصريح من المصدر. ما يعني سمعنا عن صفقات كتيره قوي الفتره اللي فاتت قبل ما يتم الاعلان عنها، فازاي بتواجهوا ده برضو يعني موضوع مؤلم بصراحه. تعودنا. انت عارف في اكتر من 30 اسم اتقال ان هم مثلا موجودين في الاهلي السيزون اللي جاي، مضوا معانا لعيبه كتير ايوه ومشوا ناس فين وفين وفين، فبتحصل كده على طول. بس في الاخر خلاص هي السوشيال ميديا كده، هو دي لغه العصر دلوقتي واحنا لازم نتقبلها زي ما هي. بس ازاي يكون جمهور الاهلي واعي وعارف ان احنا بالظبط ان احنا ما استحاله ان احنا نخش في حاجه ويكون الناس كلها بتتكلم عنها وعارفاها، دي حاجه مش منطقيه. وفي ناس بعض الناس يكونوا بيتعاملوا ان هم عارفين كل حاجه لكن للاسف بتكون معلومه مش عندهم. دور مجلس الاداره معاك ايه يا امير تحديدا؟
انت بتشتغل مع التخطيط مع لجنه التخطيط وبتشتغل طبعا مع الجهاز الفني طبعا، بس لا المجلس كله سبورت جامد جدا وحاجه محترمه جدا من اول يوم. في طبعا يعني الشباب اللي ادي طبعا مساند، احنا يعني يعتبر اصدقاء اكتر منها شغل كمان. كل المجلس طبعا المجلس كله مساندة رهيبة، مساندة محترمة جدا، بعد كل صفقة بيكلموني وبيهنوني، فطبعا يعني الحمد لله ويعني ربنا يسهل كمان على كده ان شاء الله. مش هنطول، بس انا عايزه اختم يعني، لو طبعا احمد عنده سؤال بعد كده، بس انا عايزه اختم بالنسبه لي مع كابتن محمود الخطيب، اللي بجد احنا لما بنشوفه في اي يعني ماتش ودي او اي تدريب او اي مباراه، الواحد بيطمن بيتفائل في حاجه كده يعني، فايب بيبقى بوزيتيف جدا. خلينا نتكلم معاك بقى عن الكواليس اللي احنا مش بنشوفها على الشاشه لما كابتن محمود الخطيب بيكون حاضر. ايه الحوار اللي بيتم؟ ازاي اللعيبه بتستقبل ده؟ ازاي اللعيبه ادائها بيختلف، نفسيتها بتختلف؟ بص، فكره اللعيبه كابتن سيد هو اللي يكون مسؤول عنها مع كابتن خطيب في الكلام معاهم، لكن معايا انا كابتن خطيب في الشغل في التعاقدات او ان احنا ازاي بنخطط للصفقات او حتى في التسويق. لا راجل اسطوره بمعنى الكلمه، اسطوره بمعنى الكلمه، بيحب النادي الاهلي حب رهيب، بيجي على نفسه وعلى صحته وعشان خدمه النادي. فيعني انا فخور انا اشتغلت معاه، وهو يعني الراجل ده بخيره عليا بشكل كبير جدا. يمكن شفنا حب الناس ليه قد ايه النهارده كمان يعني، واحنا بنشوفه على طول، بس النهارده كمان تحديدا لما رحنا قطر هناك وصلنا في كاس عالم انديه، استقبال كان صحيح بالظبط. فلا هو كتير بيلعب، لكن حب الخطيب موجود، لكن حب لا جميل، هو ما شاء الله كاريزماتيك صحيح مرعب يعني، بيضحك من هنا كل حاجه. قول لي احساسك ايه بتقييم او بردود افعال الجمهور على ميركاتو السنه دي؟ الحمد لله، حاسس ان الناس فرحانه، بس زي ما قلت لك برضو مفهوم طبعا. طب كلمه تقولها يعني في نهايه اللقاء، توجه كلمه لجمهور النادي الاهلي؟ لا، ان هم يطمنوا ان احنا دايما في عز ما يكون في نجاحات او لا قدر الله اخفاقات، احنا عارفين كويس قوي ومقدرين حجم النادي الاهلي ومقدرين ازاي ان احنا بنشتغل لخدمه صحيح. النادي ولو في اي قصور احنا بنسامح لهم جدا، بنقول لهم سوري ان احنا لو كان في اي حاجه حصلت الدوري اللي فات لما ضاع مننا، طبعا دي حاجه كانت خارجه عن الناس كلها، وان شاء الله هنعوضه وجاي ان شاء الله. كل التوفيق يا كابتن ان شاء الله. شكرا شرفتنا ونورتنا. تغطيتنا مستمره مع حضراتكم، يعني يمكن زي ما كنت بنوه انا واحمد، الحفل انتهى، ولكن يعني اكيد لسه في مزيد ومزيد من اللقاءات، تابعونا.